بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم تحية مباركة سلاما آترا من عند الله سلاما من أهل الجنة سلاما من قلب أميك أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-kareem an billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوات والأخوات الأعزاء أكو اسمحوا لي أن أقدم نفسي اسمي صوفيا نور أجلس في مستوى الرعب في معهد الآلي ابن أب كلاتن أقوم هنا أن أخطب خطبة قصيرة في برنامج بيرسيا تحت الموضوع الأخوة الإسلامية في عصر الحديث أيها الإخوات والأخوات الأعزاء في هذا العصر المعاصر المليء بالتحديات والإغراءات تصبح الأخوة الإسلامية أكثر أهمية لأمة الإسلام Al-ukhuwatul islamiyatu awil ikhawufil islam Laisat mujarrada kalimatin fariqah Bal, hiya asasus solbuli ummatil islam Ritajamu'ihim wa muwajihati tahdiyatil mukhtalifati ma'an Ahadut turuki li binai ukhuwatil islamiyah fi asril hadith Wa fahmun suhihun li ta'alimin islam

واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأسبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال أيضا يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير بالاضافه الى ذلك يجب علينا ان نكون ناشطين في دورنا كوكلاء تغيير ايجابي في المجتمع من خلال التعاون والتضامن والاهتمام بالاخرين يمكننا ايجاد بيئات متناغمه ومليئه بالمحبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ايها الاخوه والاخوات الاعزاء في شهر رمضان هذا دعونا نزيد من اهتمامنا بالاخرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يحب أخاه رواه البخاري والمسلم دعونا نقوي أواصر الرحم بين الإخواتنا المسلمين ونواجه معا في شهر رمضان بإخلاص وصدق لنجعل كل عبادته تعبيرا عن حبنا لله تعالى وعن تطبيق القيم الاخوه الاسلام جعلنا الله من الذين ينمون في التقوى والتسمح في, شهر في هذا الشهر المبارك واعاننا على تعزيز روابط الاخوه بيننا وبين اخواتنا في الاسلام لنرفع وعيانا بأهمية الأخوة الإسلامية في عصر الحديث من خلال احترام بعضنا بعض ودعم بعضنا بعض ومحبة بعضنا بعض يمكننا بناء مجتمع قوي وسلمي يتسم بالقيام الإسلامية Naj'al ukhuwah Islamiyah asasan nikulli khutwah nakhthuha likaina tamakkan ma'an min husul barakatillah taala. Hasanan kesimpulan yang dapat kita ambil adalah tentang pentingnya membangun ukhuwah Islamiyah di era modern dan bagaimana caranya kita sebagai seorang muslim Dapat berperan aktif menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat. Salah satu cara membangun ukhuwah Islamiyah adalah melalui pemahaman yang benar mengenai ajaran agama Islam itu sendiri, kemudian mengutamakan persamaan-persamaan di antara kita, dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama meraih ridho dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. كفاني هذا كلامي استعف منكن جميعا على كل اخطائي ونسأل الله العظيم ان نجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه بارك الله لي ولكم في القران العظيم وجزاكم الله خيرا كثيرا والاخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.